ولتسليط الضوء أكثر على استمرار معاناة النازحين في العراق، ينضم إلينا الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عبر الخط الهاتفي من عمان. مرحبا بك معنا سيد فرحان. أهلا وسهلا بك. أولا، كما تعرف أن منظمة العفو الدولية منذ أيام واليوم الأمم المتحدة تصف وضع آلاف النازحين العراقيين بأنها معاناة يعيشونها وسط حلقة مفرغة من الانتهاكات المتواصلة. كيف ترون وضع النازحين في العراق عموما، ولا سيما بعد قرار إغلاق المخيمات الأخير؟ وضعهم من سيء إلى أسوأ بسبب أن الحكومة تعمدت عودتهم قسطا إلى مناطقهم، وهذه المناطق إلى الآن هي مناطق غير آمنة، مناطق تنتشر فيها الميليشيات، مناطق تنتشر يعني تسيطر عليها الميليشيات والحشد العشائري. كلتا الجهتين تقوم ب وهي من قامت بتهجيرهم قصدا، ولذا فإن العقبات كبيرة وجسيمة لعودة هؤلاء النازحين. وكما رأينا قبل أسبوع أن الحشد العشائري قام بمنع المئات من العوائل، واضطرت هذه العوائل بالمبيت في العراء بدون في هذه الظروف القاسية لا معيل ولا أيضا مواد ممكن الاستفادة منها ولا حتى أماكن تبات فيها. وهذه هي يعني تأتي من ضمن الإجراءات التعسفية وغير مدروسة من قبل الحكومة في إرجاع النازحين إلى مناطقهم. هذا أيضا يدلل على أن الحكومة لا تحترم القانون الدولي ولا تحترم حقوق الإنسان، وقد نبهت الأمم المتحدة على مغبة ومخاطر هذه العودة القسرية. فبعد إن كانوا هم يعني يتألمون ويتضورون جوعا في مخيمات النزوح بسبب الإهمال الحكومي المتعمد وبسبب السرقات الحكومية لأموال النازحين في هذه المخيمات، أصبح الآن وبعد أن انقطعت أو قامت الأمم المتحدة بقطع جزء كبير من هذه المساعدات والمنظمات المانحة، اضطرت الحكومة لأنها لن تستفيد من هذه المخيمات النزوح، فعمدت على إرجاعهم قسطاً إلى بمناطقهم، وهذا أيضا يتنافى مع القواعد القانونية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. فأصبح النازحون بين مطلقة الحكومة والجهات التعسفية. لماذا قطعت بعض الجهات والمنظمات الإنسانية المساعدات عن هذه المخيمات طالما أنها تقول يجب أن تكون العودة طوعية وليست قصرية كما تفعل الحكومة الآن؟ ما السبب في ذلك؟ الأسباب كثيرة، ومنها أن هذه المنظمات باتت تدرك أن الحكومة والجهات القائمة على هذه المخيمات غير مؤهلة بتوزيع العادل. توفيرها يعني توظيف المبالغ المرصودة لهؤلاء النازحين، وبالتالي يعني الكثير من عمليات الاغتلاس وعمليات السرقة لأموال النازحين تذهب إلى العملية السياسية وتذهب إلى الحج الشعبي وتذهب إلى الأحزاب السياسية، فغير مضطرة لأنها تقوم بهذه الأعمال، وبالتالي قطعت. أستاذ عمر، نعم، وصلت الفكرة بطبيعة الحال. برأيك لماذا الآن قرار إغلاق المخيمات وقد استحقت الحكومة أن تصف جهات ومنظمات كثيرة أنها إعادة قسرية للاجئين بحوالي أو نحو 1,400,000 نازح سيعودون إلى مناطقهم حتى نهاية العام، لكن لماذا الآن؟ هل أرادت الحكومة أن تطوي هذا الملف؟ يعني ليس من مصلحتها إغلاق هذا الملف، ولكن هناك يعني ترتيبات سياسية، هناك ترتيبات يعني أو إرادات خارجية تفرض على الحكومة الفعل هذا، وفضلا على أنه يعني الحكومة تريد أن تظهر بأنها قد قدمت شيئا لهؤلاء النازحين بعودتهم، ولكن هي قد انتهكت هذا القانون، قد انتهكت هذه القوانين الدولية بسبب أنها لم تؤمن لهم المناطقهم ولم تؤمن لهم حاجياتهم ولم تأمن لهم
بتوفير الأمن من قبل الميليشيات ومن قبل الحشد العشائري لمناطقهم، وتركتهم بيد هؤلاء، وبالتالي نراهم في العراء وتراهم يعني ينتقلون من منطقة إلى أخرى. هذا الإرجاع القسري أو العودة القسرية لا يحق للدولة أن تقوم به إلا بعد أن تقوم بمشاورة الأمم المتحدة وبمشاورة الدول والجهات الدولية الأخرى في ترتيب هذا العودة، حتى ما إذا كانت هناك عودة آمنة بالإمكان أن تكون. وصلت الفكرة هذه الظروف، فإن الحكومة تتعمد إلى قتلهم وإلى تهجيرهم. إذا هم سيقعون في أكثر من مشكلة، وليست مشكلة النزوح فقط. أستاذ عمر الفرحان، مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، شكرا لك، كنت معنا من عمان.